يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء من الاسكندريه مره اخرى ومن اجمل مناطق الاسكندريه من المعموره وبالتحديد من مطعم باريستا. داخل مطعم باريستا بنلتقي مع الاونرز واصحاب المطعم بنتشرف بالاستاذ وليد. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ وكمان بنتشرف بوجود استاذ محمد معانا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كومستاي ابستان سابيني كومستاي كوزي كوزي. بما اننا في مطعم والمطعم ده اصله ايطالي فلازم نرحب بيهم بالايطالي. في البدايه بنحب نعرف فكره باريستا. معنى يعني ايه باريستا الاول؟ باريستا كلمه ايطالي بمعنى صانع القهوه. هي دايما في جميع الكافيهات في اسكندريه او في اي حته بيبقى في صانع القهوه بالايطالي معناها باريستا. تمام. فالفكره جات لنا من بدايه من الكلمه ديت، ويعني الحمد لله يعني ومتميزين في التست بتاع المشاريب اللي بنقدموها للجست. يعني معظم المشاريب يعني معظمها يعني ايطالي، اكنك قاعده في ايطاليا فعلا. انا لما جيت وقعدت في باريستا حسيت ان انا رحت بلد تانية، حسيت ان انا فعلا في ايطاليا. الجو مختلف تماما، الديكور مختلف تماما عن اي مكان هتلاقيه موجود في مصر. كمان بيقدموا حاجات كثيره هنعرفها من الاونرز دلوقتي. يا ترى الفكره جت لحضراتكم ازاي؟ والله يا الفكره يا فندم، احنا اتجهنا لما الدنيا الشغل كله عموما في بلدنا بيتراوح في ثلاث حاجات: اكل، شرب، قعده ظريفه. هي دي معظم، هي دي الرفاهيه بتاعت الشعب المصري. فاحنا فكرنا من هذا المنطلق ان كافيه، مطعم، الحاجات دي ما بتعطلش زي حاجات تانية كتير في الدنيا. فاحنا كنا عايزين حاجه تعمل دخل دائم وفي نفس الوقت بنقدم فيه اكل وشرب على اعلى مستوى. احنا عندنا مطبخ مش موجود في كافيه، يعني المطبخ بتاعنا ينفع ان هو يبقى مطعم. احنا مهتمين جدا بالحته دي وبنهتم جدا براحه الجست وبنهتم جدا بالمود العام بتاع الجست، بحيث ان انت تبقى قاعده كل جست قاعد حاسس ان هو قاعد في مكانه، مش فكره ان هو جاي يقعد في مكان وماشي. انا ما بتعاملش مع الجست ان هو جاي هستفيد منه وخلاص، لا، انا بتعامل مع الجست على ان هو صاحب المكان. فبتحس كده بوجود اسره في المكان كلها. هتلاقي 90% من الجست عندنا حاجة عارف بعضه ليه؟ ان هو بيرتاح في المكان ده سنين طويله بيشوفوا بعض، فبتفرق الحاجات دي نفسيا مع البنات. اكيد طبعا لما الجست بيدخل مكانه بيرتاح فيه، وحسن الضيافه والاسلوب اللائق. وكمان انا شايفه ان انتم مهتمين جدا بالنظافه ومهتمين كمان بالاجراءات الاحترازيه. حضرتك عايزه حضرتك تكلمنا عن الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده في باريس. احنا طبعا اهم حاجه عندنا ومركزين على من ساعة ما فتحنا المكان، أهم حاجة عندنا النظافة، ومن بعد جائحة كورونا الاشتراطات الاحترازية دي أهم حاجة، يعني حفاظا على الجست اللي جاي لنا. وبنبدأ بنفسنا بالستاف عندنا بتعقيم المكان بالكامل كل يوم قبل الفتح، وطبعا قياس درجه حراره الجست اللي جاي وتعقيم المعدات بالكامل، ومن اطباق، من شوك، من معالق، كل حاجه. يعني حضرتك ديت يعني ما فيش، مش بنسيبه تفصيله خالص في النظافه دي بالذات والاشتراطات الاحترازيه الا بنعملوها على اكمل وجه. يعني اكيد طبعا. طبعا بعد جائحة كورونا بقى اي حد يدخل اي مكان لازم يكون متأكد من نظافة هذا المكان ومن الاجراءات الاحترازية. مشاهدينا الاعزاء، لو عايز تيجي في مكان نظيف ينقلك لايطاليا، وكمان تبقى مطمن في هذا المكان على اولادك لانهم بيتبعوا الاجراءات الاحترازية بشكل رائع، لازم تيجي لباريستا. نزلنا معكم مشاهدينا الاعزاء من داخل مطعم وكافيه باريستا. يا ترى ايه بقى اللي بيميزكم في باريستا؟ ايه اللي الزائر دايما لما بيجربه ما بيقدرش ان هو يعدي عليه الوقت من غير ما يجي باريستا؟ هي اول حاجه طبعا يا فندم اي مكان في الدنيا راحه نفسيه، فكون ان الجست بيروح ويجي على المكان يبقى هو مرتاح نفسيا في المكان، دي رقم واحد. رقم اتنين الاستقبال والخدمه، الهوست.
استف كويس، ابتسامه حلوه في وش الجست، الكلام ده كله ده بيجيب الجست مره واثنين وثلاثه وبيبقى قائم في المكان. اساس الشغل طبعا الاكل والشرب. احنا عندنا هنا بفضل ربنا يعني مطبخ مش موجود في كافيهات كتير في اسكندريه، يعني احنا عندنا الاكل ايطالي زي ما حضرتك شايفه دلوقتي شكل الاكل. عندنا مثلا سندوتش البرجر ده، انا لسه فعلا كنت هسال حضرتك ايه الاصناف المميزه عندكم. سندوتش البرجر ده بنصنعه هنا لحمه بلدي، المكبس بتاعه هنا، بيتعمل البرجرايه على مقاس السندوتش. حك حت يعني هتشوف انت التست بتاع السندوتش بنفسك. شيش طاووق، فراخ فريش. احنا يعني كل احنا ما بقولكش كده عشان احنا معظم الكافيهات والمطاعم شغاله بلحمه مستورده، شغاله بالحم مجمده، لا انا شغال باللحمه بلدي في كل اطباقي لحمه بلدي. الشيش طاووق دوان مثلا فريش، الوجبه بتيجي على قد شغل اليوم، ما بجيبش انا يعني ما بخزنش في التلاجة، ما بخزنش حاجه معموله، انا بعمل عندي. بيجي الشيف الصبح بيصنع حاجته اللي بتقضيه طول النهار لحد اخر اليوم. عندك البيتزا، البيتزا دي تشيكن باربيكيو، حاج برضو هتجربي بنفسك. فاهيتا تورتيلا، ابيتايزر ده طبعا تشيكن ويندوز وحلقات بصل. حاج يعني انت اللي تحكمي علينا احنا كويسين ولا لا، وتقدري تسالي الجست احنا كويسين ولا لا. يعني دي حاجات من ضمن المقومات اللي بتخلي الجست يجي تاني، هيجي يقعد في مكان هيشرب حاجه كويسه، هنستقبله استقبال كويس، قاعد في مكان كويس، هياكل كويس، هيتبسط في النهايه. هو عايز ايه؟ عايز يخرج يتبسط ويرجع. احنا بنساعد في الحته دي ان الجست اللي جاي يجي يتبسط ويمشي. مشاهدينا الاعزاء، وفعلا لو حضرتك جيت مطعم وكافيه باريستا هتلاقي اجواء مختلفه جدا، وكمان مش اجواء فقط، شكل الاكل. بصوا لمنظر الطبق، طبعا العين بتاكل قبل ما احنا بناكل، فلما يبقى عينك شايفه شكل يفتح نفسك، كمان الريحه ما اقولكوش عليها، واو تجنن بجد. الريحه واصله لي دلوقتي، عايزه اخلص اللقاء علشان ادوق الاكل اللي ما حصلش ده. يا ترى باريستا ليها فرع واحد ولا ليها كذا فرع؟ هي حضرتك الفرع دوت بتاع المعموره الشاطئ ده فرع من 2013، فتحنا فرع السنه دي في شهر 7 اللي فات، كنت عايز افتحه من قبل الصيف يعني السيزون، بس الكورونا طبعا والظروف اللي حصلت في البلد، فتحت في شهر 7 فرع العصافرة على البحر مباشرة بجوار فندق ريجنسي. حاجة برضو احنا هنصور فيه، وطبعا حضرتك بإذن الله هتتفرجي هناك على الفرع، يعني حاطين بقى حاجات زيادة عن المعمورة برضو، تطوير، وفي كيدز اريا، في حضرتك فيو رائع قوي على البحر طبعا هيعجب حضرتك. وبرضو يعني احنا اهم حاجة عندنا بنخاطب الجست العائلي، يعني بنحب حضرتك الأسرة تيجي يعني اكنها قاعدة في بيتها، يعني ده اهم حاجة عندي. والجست بالأونر بالستاف بيتعاملوا اهلي يعني، وحاجة بتبقى قاعدة بإذن الله حضرتك انت هتروحي وهتجربيها وهتعجب حضرتك بإذن الله. وياريت حضرتك تسألي برضو الجست وهتلاقي حاجات جميلة وبإذن الله يعني أكتر من اللي أنا بحكيها لك يعني. ما شاء الله بجد فعلا حاجة مشرفة جدا. قد إيه مشاهدينا الأعزاء بنفرح دايما، بنفرح دايما لما نروح أماكن مشرفة زي الأماكن دي. الدول اللي برا كبرت بشغل وبتعب أبنائها، لما المصريين بيفكروا يعملوا حاجة صح بيعملوها زي ما قال الكتاب. حضرتك لما تيجي باريستا هتيجي انت واسرتك هتتبسطوا، ليكوا مكان للكيدز اريا، اكل تحفة، قاعدة تجنن. سعر السعر عامل ايه؟ اكيد يعني بص حضرتك باذن الله انت حضرتك هتجربي وهتشوفي المنيو بتاعنا مقارنة باماكن كتير. لا الحمد لله يعني برضو بروعه دي قوي، يعني اهم انا عندي قبل السعر وقبل ان انا اكسب الجوده بتاعه المنتج اللي انا بطلعه او الاكل اللي الجست بياكله، يعني يحس ان هو في بيته، او المشروب اللي بيطلع من خامات يعني من انضف حاجه والله يعني حضرتك ببقى مركز فيها دي قوي، يعني مميزين بيها جدا يعني الحمد لله. وطبعا كفاية حسن ضيافتكم، وكفاية اسلوبكم الرائع، وكفاية اكلكم اللي يجنن. مشاهدينا الاعزاء انا بنصحكم وبقول لك لو عايز تخرج
خروجه هايله على البحر في اجمل مكان، لازم تيجي مطعم وكافيه باريستا. مشاهدينا الاعزاء، ما زلنا معكم في مطعم وكافيه باريستا، وحبينا نعرف اراء بعض الزوار. بنرحب بحضرتك في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك، انت اللي نورتينا النهارده والله. نحب نتعرف على حضرتك. مدام نعمه من طنطا. احسن ناس. الله يخليكي. حضرتك دايما متعوده لما تيجي من طنطا لاسكندريه تيجي المعموره واجواء المعموره، وبالذات مطعم باريستا. ما اقدرش اجي المعموره من غير ما اجي باريستا، كاني ما جيتش المعموره. حاجه يعني بصراحه هو انضف حاجه واحسن حاجه في المعموره باريستا. ايه اهم الاطباق اللي حضرتك دايما بتختاريها؟ والله والبنات عندنا بيحبوا البيتزا، كل حاجه عندهم حلوه حقيقي ونضيفه بجد والله. يعني دايما نيجي نتغدى نتعشى اكتر عشان هنا في باريستا، والخدمه حلوه وكله هنا يعني روحه حلوه، يعني مش حد بيعجرف حد ماشي، لا الروح حلوه كمان والخدمه حلوه. ايه رايك بعد ما قفلوا الشواطئ، هل مازال روح اسكندريه موجوده ان انتوا تيجوا وتقعدوا، مش لازم يعني تنزلوا الشاطئ؟ لا، اسكندريه دي حياتي، لو حتى فيها ايه اجي، بحب اسكندريه واهل اسكندريه اكتر من عندنا كمان. اه والله، وبناتي بيحبوا اسكندريه. اسكندريه عروسه البحر الابيض المتوسط، يعني لو حتى هي ايه بتيجي فيها بترتاحي نفسيا ونرجع بلدنا تاني، بس نفسيه لنا حلوه اكيد. واسكندريه واهل اسكندريه بيحبوا حضراتكم وبيرحبوا بيكم كل صيف. هم ناس طيبين اهل اسكندريه وناس جمال قدامي امك، وربنا يوسع البلد ويفتح البلد تاني والله، لان ده واقف حل الناس. يعني باريستا ما كانتش كده خالص، كانت تبقى موت زحمه موت. يعني احنا لازم نيجي، لازم نعدي على باريستا، ما عديناش كان ما جيناش المعموره. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. ربنا يخليك، الشكر لله، ربنا يخليك يا رب، ودايما من نجاح لنجاح ان شاء الله، من نجاح لنجاح ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، ويا رب دايما بتيجوا اسكندريه وبتتبسطوا وبتيجوا مطعم باريستا، ودايما يا رب مبسوطين، ويا رب دايما كتر الاوقات اللي نبقى مبسوطين فيها. مطعم باريستا، اكل باللاجستا. مشاهدينا الاعزاء، كنا معكم في مطعم وكافيه باريستا. باريستا، اكل في اللازستا، لازم تجربوه.